السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن انتهاكات ميليشيات الحوثي في قرية الزواب في ردع. أطلق ناشطون محليون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الثانية لجرائم ميليشيات الحوثي في حق أبناء قرية الزواب بمديرية القريشية التابعة لقيفة برداع في محافظة البيضاء. وتهدف الحملة بحسب القائمين عليها إلى التعريف بجرائم الميليشيا والإشادة بدور أبناء المنطقة الذين تصدوا لقوات الحوثيين بأسلحتهم الشخصية دون دعم أو مساندة من أحد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مئات الانتهاكات في قرية بالبيضاء وتساؤلات حول دور المنظمات الإنسانية والحقوقية، وكيف تمكن الأهالي من الصمود أمام انتهاكات ميليشيات الحوثي لمدة عامين. رصدت إحدى المنظمات المحلية في محافظة البيضاء قيام ميليشيات الحوثي بارتكاب أكثر من 140 انتهاك ضد أبناء قرية الزواب في البيضاء. وقالت المنظمة إن الانتهاكات توزعت بين القتل والإصابة والسطو على ممتلكات الأهالي وتهجيرهم. قبل النقاش نتابع التقرير. ما إن تطل الميليشيا الحوثية أرضا في اليمن إلا وتوقفت الحياة فيها وتحولت إلى حرب ودمار. وحده عداد ضحايا ما يدور في تلك المناطق. قرية الزوب بقيفة رداع بالبيضاء إحدى القرى اليمنية المنكوبة بوباء الميليشيا. وحدها هذه القرية سجلت أكثر من 800 انتهاك في 2016. العام المنصرم 2017 لم يكن مختلفا عن سابقه، حيث سجلت إحدى المنظمات المحلية أكثر من 140 حالة انتهاك توزعت بين القتل والإصابات واستهداف المنازل الآهلة بالسكان، بالإضافة لتعطيل مصالح الأهالي والسطو على ممتلكاتهم، كل ذلك في قرية نائية واحدة. وإزاء هذه الانتهاكات أطلق ناشطون محليون حملة إلكترونية تحت وسم الزوب الذكرى الثانية لجرائم الإنقلابيين. تهدف الحملة بحسب القائمين عليها إلى التعريف بجرائم الميليشيا والإشادة بدور أبناء المنطقة الذين تصدوا لقوات الميليشيا بأسلحتهم الشخصية دون ما دعم أو مساندة من أحد. بالقرب من قيفة رداع وتحديدا في ناطع الحدودية مع شبوة تدور رحى معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني المتقدمة من بيحان وعناصر الميليشيا. مستجدات المعارك هناك أودت بحياة ما لا يقل عن 30 عنصرا من الميليشيا، بالإضافة إلى أسر 13 آخرين، وهي آخر إحصائية وصلت إلى وسائل الإعلام. بينما المعارك على الأرض لا تزال مشتعلة بحسب المصادر الميدانية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور بدر صالح الزوبة المتحدث باسم الحملة الإلكترونية التي أطلقوها بالذكرى الثانية لدخول ميليشيات الحوثي إلى قرية الزواب في البيضاء. دكتور مساء الخير. مساء النور، حياكم الله جميعا والسادة المشاهدين والمتابعين. مرحبا بك. في البداية لو حدثتنا عن الحملة وأهدافها. طبعا هذه الحملة هي الحملة الثانية التي تنطلق للتذكير بجرائم الانقلابيين على قرية الزواب والانتهاكات التي قاموا بها وكل الجرائم التي يعني تم رصدها من خلال منظمة عين الحقوقية. تهدف هذه الحملة إلى التذكير بهذه الجرائم، وبأن ذاكرة أهل المنطقة ليست مفقودة فهم يتذكرون كل شيء، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. كما أننا يعني نريد أن نسمع العالم صوتنا وقضيتنا العادلة، إذ أنها القرية طبعا اشتهرت بالسلام واشتهر يعني أعيانها ومشايخها بالحكمة، ودائما ما كانت يعني سباقة في إصلاح ذات البين وحل مشاكل القبلية وتدخل والإسهام في دائما في يعني في أي مشاكل تحاول حلها بشكل سلم، دائما ما تجنح للسلم ودائما ما تفكر به، ويعني حرصت حتى مع القوى الانقلاب يعني توصلت معهم إلى تفاهمات معينة، وإذا بهم يعني ينقضون العهود وينقضون ويبدأون بالاعتداءات. هذه الحملة تذكر بكل هذه المآسي وبكل ما حصل على الأرض وفق شهود عيان وشهادات من أهالي المنطقة ويعني حديث إلى الذين تعرضوا لتلك الانتهاكات. نعم. ما قيمة إحياء مثل هذه الجرائم بعد عامين من دخول القرية دكتور بدر؟ نحن نذكر بها حتى لا تتكرر ثانية إن شاء الله تعالى. نحن
كما قلنا قرية مسالمة تجنح للسلم دائما، لا تحب المشاكل، لكن من يأتي إليها ليعتدي عليها أو ليحاول الإضرار بأهلها وبالممتلكات التي يمتلكونها سيجدون من يقف أمامهم وسيؤدبهم على تلك التصرفات. التذكير بعد عامين محاولة لعدم تكرار هذه الجرائم، إسماع الصوت للعالم كله حتى يشهد على هذه الجرائم ويوقف تلك الميليشيات عند حدها، أو عندما يأتي الوقت إن شاء الله عز وجل لمحاكمتها تكون هناك يعني أشياء موثقة ودلائل على تلك الجرائم التي ارتكبوها. نعم طيب. نعم طيب ابقى معي دكتور، ايضا نشارك معنا في الحديث الناشط الحقوقي امجد صالح من الرياض، مرحبا بك امجد. حياك الله يا اخي الكريم وشكرا لك وللساده المشاهدين. اهلا بك استاذ امجد، انت ايضا قيمه هذه الحمله بهذا التوقيت بعد عامين من دخول ميليشيات الحوثي الى قريه الزواب وصمود اهالي هذه القريه باسلحتهم الشخصيه. قيمتها تكمن يا أخي الكريم في أن الانتهاكات هذه التي وقعت لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فالمنظمات الحقوقية مطالبة بأن توثق هذه الجرائم، وسيأتي اليوم التي يعود الحق لأهله، وخاصة ما جرى في قرية الزواب من انتهاكات جسيمة للغاية بحق الإنسانية، بحق البشر، بحق الحجر، بحق كل ما يتعلق بهذه القرية، فقد ارتكب في حقها انتهاكات جسيمة. وتكمن أهميتها كما أسرفت القول أنها لا تسقط بالتقادم حتى يعلم المجرمون والحرب أن هذه انتهاكات موثقة ومرصودة ولن تنسى من ذاكرة الأجيال حتى يأتي اليوم الذي ينتصف فيه للمظلوم. نعم طيب أستاذ أمجد، لو عدت لنا أشكال الانتهاكات التي طالت القرية وأهالي القرية من قبل ميليشيات الحوثي. كل ما يتعلق أو كل ما هو موجود في القرية قد مسه من هذه الانتهاكات. الإنسان قتل، الأطفال استهدفوا وأصيبوا بحالات، بعضهم بحالات نفسية قد تكون أثرها بالغة الخطورة في المستقبل يعني. مس حتى منع الأهالي من مياه الشرب، استهدفت الآبار الارتوازية حتى على مستوى خزانات المياه، مياه الشرب على الأسطح كانت تستهدف حتى يحرم الناس من مياه الشرب. منع الأهالي وحوصروا من مزاولة أعمالهم الزراعية، وبذلك أتلفت محاصيل زراعية تقدر ربما بمئات الملايين، يعني أرقام مهولة خسرتها هذه القرية. هناك انتهاكات في حق النساء، في حق الأطفال، في حق أيضا كذلك التعليم. يا أخي ما يقرب من 600 طالب وطالبة حرموا من التعليم جراء استهداف المدرسة وتدميرها وإتلاف محتوياتها وأثاثها. حرم الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية من التعليم. هذه انتهاكات جسيمة لا يمكن أن يسكت عنها ولا يمكن أن تنسى من ذاكرة الأجيال. نعم طيب ابقى معي أمجد، أعود للدكتور بدر الزوبة. دكتور بدر، الآن القرية ومنطقة الزوبة في قيفة رداع محررة تماما من الميليشيا وتوقفت الحرفية، أما الذي يدور حاليا فيها؟ نعم بالنسبة للحرفية متوقفة، والقرية هي الحمد لله حرة وأهلها أحرار، لا يقبلون الضيم ولا يمكن أن يقبلون أن يأتي أحد ليفرض عليهم شيئا يكرهونه ولا يرضونه، هو مخالف حتى للقوانين يعني وللأعراف وللدستور يعني بشكل عام. لكن الاستفزاز مستمر، يعني هناك الميليشيات هي يعني تقف أو تتمركز في مناطق ومواقع حول القرية، ودائما استفزازها لا يتوقف، أحيانا يعني يطلقون النيران على الأودية، على مزارع أهالي القرية، يستهدفون أحيانا كل متحرك يتجه إلى مزارعهم الخاصة القات وغيرها. هناك مواقع لا زالوا مسيطرين عليها، متمركزين عندها حول القرية، ومن خلالها يباشرون الضرب والهجوم المتقطع يعني. نعم. القرية من داخلها وبعض المناطق الجوار محرر، لكن الاستفزاز مستمر، وإطلاق النيران على القرية مستمر،
ومحاولة يعني جر القرية في كل مرة إلى الدخول في حرب متكررة. هذه يمكن أكثر من حرب يشنون على القرية. نعم. وقلوبهم موقف لي. نعم دكتور بدر، موقف أهالي القرى المجاورة لكم في منطقة قيف الرداع من استهداف هذه القرية مباشرة من قبل الميليشيا وترك هذا الكم الكبير من الخراب والدمار والقتل فيها؟ أولا سأبدأ بموقف القرية نفسها. الحمد لله القرية نفسها يعني توحدت بشكل منقطع النظير، تناست خلافاتها، أي خلاف شخصي أو اجتماعي أسري معين أو حتى انتماء حزبي، تناسوا كل هذه الخلافات واتحدوا على قلب رجل واحد وحافظوا على قريتهم ودافعوا عنها بكل قوة واستبسال أسطوري في الحقيقة. هذا كان موقف القرية. أما المجاورين فالتعاطف الشعبي موجود والاجتماعي موجود، والقرية صلت قرابة مع قرى مجاورة ومع قبائل مجاورة يتعاطفون معهم ويؤمون أسرهم. لا تنسى أن حوالي 300 أسرة من قرية الزوف في الحرب الأولى تم نزحت، فاستم استيعابها سواء في مدينة رداع أو القرى المجاورة والقبائل المجاورة. هنا الناس لم ينسوا القرية، والبعض يعني حاول أن يشترك في الدفاع عن القرية، إلا أن أهل القرية قالوا لا نحتاج إلى رجال في القرية، الرجال يعني ما يكفي والشباب قادرون على حمايتها، وبفضل الله عز وجل. نعم. ثم تساعد هؤلاء الأبطال تم الدفاع عن القرية، ويعني حاولوا يعني إيصال كل ما تحتاجه القرية وإن كان بصعوبة نتيجة الحصار الخانق على القرية. نعم طيب أعود للأستاذ أمجد. أستاذ أمجد، التهمة الأساسية التي على أساسها غزت الميليشيا قرية الزواب وقامت بكل هذا العنف والخراب والدمار ضدكم. يا أخي الكريم، الميليشيات لديها أحكام أو اتهامات لكل من يخالفهم، اتهامات مسبقة طبعا، أنه كل من يخالفهم، كل من لا يرضى بحكمهم، لا يرضى بجبروتهم، لا يرضى بالانتهاكات، هو في دائرة الاتهام. لمجرد أنك تقول لا فأنت متهم يعني، ولا بد من قمعك، ولا بد من ربما حتى الوصول إلى قتلك لأنك تقول لا لأي تصرف كان منهم. وبالتالي ليست هنالك تهمة يعني ممكن أن يبنى عليها شيء، مجرد فقط أنهم يرفضون الضيم ويرفضون الظلم ويرفضون تواجد الحوثيين وسيطرتهم على القرية. طبعا أريد أن أنوه إلى شيء يا أستاذ الكريم، أنه هذه الذكرى الآن التي يحيى ذكرها الآن هي ليست الحرب الأولى وليست الأخيرة. طبعا في حروب من قبلها ومن بعدها كانت عنيفة جدا. في شهر 6 من 2016 أيضا كانت هناك حرب وصفت القرية بمئات القذائف الهاون وكذلك الدبابات والبي ام بي وجميع الأعيرة النارية. يعني استهدفت القرية بكم هائل جدا 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 من الأسلحة. تضرر الأهالي وخاصة الأطفال منهم والنساء بحالات نفسية ربما لا يلتفت الكثير إلى هذا الجانب المأساوي، وهي الحالات النفسية التي يمر بها الأطفال والنساء. نعم دور المنظمات أستاذ بدر ودكتور بدر الزوبة، المنظمات تحدثتم في الحملة أن هناك غياب للمنظمات الإنسانية التي ترصد وتوثق وتدعم المتضررين، يعني هل وصل أي دعم أم هناك فعلا غياب تام لأي منظمة وصلت إلى القرية ووثقت ما جرى فيها؟ بالنسبة للتوثيق للحقيقة نحن نشكر منظمة عين الحقوقية التي أخذت على عاتقها رصد كل الانتهاكات التي يعني حصلت في قرية الزواب، وأصدرت تقرير متكامل في هذا الشأن، ونحن نشكرها بصراحة كأهالي وأبناء قرية الزواب على هذا الجهد الجبار الذي قاموا به. منظمات أخرى قد لا تصل وقد نكتفي، أو ربما هذه قد قامت بالدور على شكل يعني تام ومشكورين عليه، لكن المنظمات الإغاثية والإنسانية هذه لم تصل يعني بالشكل المطلوب، وما يصل شحيح جدا جدا جدا، والطرق إلى القرية يعني صارت مغلقة ومحاصرة. فنحن في هذا الجانب نعاني بصراحة، لكن أهالي القرية يعني يعيشون حالة من التكاتف الكبير وحالة من التعارض الاجتماعي، ولا ينسون بعضهم من الاحتياجات الاجتماعية والغذائية وغيرها من الأشياء الضرورية للمعيشة. نعم.
طيب حاليا هل يعني تمشي الحياة بصورة اعتيادية في القرية؟ الطلاب عادوا للمدارس، الناس النازحين عادوا إلى القرية، أم لا زالت مهجرة ومحاصرة والناس يعني الذين نزحوا لم يعودوا بعد؟ لا الحمد لله، أنا رجعت بعد الحرب الأولى، أنا رجعت معظم الأسر التي نزحت بل كلها يعني، والمدرسة بدأ أهالي القرية بترميمها والحمد لله عادت الحياة إليها وعاد الطلاب للدراسة، والقرية تحب الحياة الكريمة وتحب التعليم من القرية يا أخي الكريم، مؤهلين تأهيل عالي، عندنا من وصل إلى يعني البروفيسور، عندنا في أكثر من مجال والدكاترة، وعندنا المتعلمين، وعندنا من يتحدثون أكثر من لغة، القرية مؤهلة بسرعة تأهيل عالي ويحبون الحياة يحبون التعليم وعادوا إلى حياتهم بشكل طبيعي وإلى مزارعهم ويمارسون أعمالهم بكل حرية، إلا أن هناك حصار لا زال يعني. أنا أتكلم عن مواقع لا زال الميليشيات تتمركز فيها وتستهدف القرية من خلالها وتهدد دائما حياة المواطنين وأبناء القرية، نعم، واستفزاز دائما ما يتكرر، ونسأل الله السلامة للجميع. نعم أستاذ أمجد صالح، إذا تحدثنا عن أرقام مقدار المنازل التي تضررت وأيضا عدد الشهداء الذين سقطوا من أبناء القرية في هذه الحرب. طبعا المنظمة ترصد ما يقارب من 30 قتيل مدني، إصابة ما يقارب 44 بينهم أطفال ونساء. المنظمة أيضا رصدت أكثر من 100 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، طبعا كانوا يختطفوا من المدينة ومن النقاط التابعة للمدينة مدينة رداع، وأحيانا يختطفوا من الوديان من الوادي الخاص بالقرية. هناك بيوت سويت بالأرض تم تفجيرها، ما يقارب 5 أو 6 بيوت تم تفجيرها وتصويتها بالأرض وأخرى أحرقت. أما المتضررة من المنازل فهي ما يقارب 200 منزل التي مسها الضر بسبب الأعيرة النارية، سواء بالبي ام بي احرقات او بقذائف الهاون او قذائف الدبابه وغيرها من القذائف. طبعا هناك مساله مهمه جدا، وهي انه تم اقتحام مستوصف الوحيد في القريه، بل قد يكون هو المستوصف الوحيد في المنطقه، وهو يتبع احد الاسره. هذه الاسره تم تفجير 5 منازل لها، وتم اقتحام المستوصف وتم نهب جميع محتويات المستوصف، كل ما هو موجود في ذلك المستوصف تم نهبه من أسرة ومن أدوية ومن مستلزمات طبية وكل ما يتعلق بذلك المستوصف، لم يتركوا فيه شيء، تركوه خاليا، تم نهبه بالكامل. وكما قلت هو يمثل شريان الصحي للمنطقة بأجمعها، يعني لا يوجد كما هو معلوم في المنطقة، لا يوجد مرافق صحية فاعلة، لا توجد مراكز صحية تقدم الرعاية الصحية للأطفال والنساء. الآن يعاني الأهالي من في الوضع الصحي، يعانوا معاناة شديدة، ربما البعض يضطر للذهاب للعلاج إلى مأرب، لأنه أحيانا يمنع من دخولهم إلى رداع، لأنه أحيانا في حصار، ويكون أيضا في موقع الاتهام لأنهم من قرية الزواب أو من منطقة معينة، وبالتالي يكونوا مستهدفين، وفيضطر البعض لأن يذهب للعلاج إلى مدينة مأرب، وهذه مشقة كبيرة جدا جدا، وخاصة على المطلع لتضاريس تضاريس المنطقة والطريق الوعرة المؤدية إلى مأرب. نعم دكتور بدر، الحرب انتهت في هذه القرية بصلح ما بينكم وبين الحوثيين، أم اضطرت الميليشيا إلى الانسحاب بعد أن لاقت صمود كبير من أبناء القرية وتكاتف في مواجهتها؟ هو بالفعل يعني في الحرب الأولى بالذات يعني بعد الاستفزاز الكبير الذي قاموا به ومحاولة فرض خط منهم وإصابة عدد من المواطنين وأهالي قرية الزوب في مزارعهم، واندلعت الحرب وتصدى لها الشباب الزوب تصدي كبير جدا وأسطوري، أجبرت الميليشيات على التراجع إلى الوراء وأرقمت في الأرض وهزمتها شر هزيمة، ويعني أفخنت فيها بصراحة حتى استطاعت أن تطردها من محيط القرية يعني، وما استطاعت أن تدخل حتى شبر واحد إلى داخل القرية، وإنما كان الهجوم على أطراف القرية
وبعض المواقع التي تتمركز يعني خارج إطار القرية. لكن حتى الحروب هي تنتهي في الأخير باتفاق معين، بصلح معين، يعني بتهدئة معينة. كانت تتدخل بعض الأطراف لإيقاف هذه الحرب الظالمة على قرية الزوان، وكانت الزوان تستجيب لمطالب التهدئة، لأنها قرية كما قلت أسلفت هي قرية مسالمة وتجنح للسلم كلما طرد منها ذلك. نعم. لكن بفضل الله في كل مرة يعني تحدث الميليشيات نفسها أن تؤذي هذه القرية تجد رد حازم وقوي وعنيف من أبطال القرية، ولا يسمح لهم أبدا بالتقدم حتى شبر واحد. نعم. داخل القرية. طيب الآن دكتور، الآن في الذكرى الثانية الآن، هل مثلا لمستم أي تجاوب من قبل السلطة المحلية في محافظة البيضاء من الحكومة الشرعية للنظر إلى معاناة هذه القرية، دعم القرية، يعني جبر الضرر أم لا؟ بخصوص يعني التواصل، كان هناك تواصل مع قيادة أركان الجيش في مارب لطلب الدعم بالسلاح الذي يعني يواجه بالميليشيات، وكان يعني هناك استجابة خفيفة، وهناك يعني محاولة أو تقديم بعض المساعدة لجرحى الحرب والمصابين وتم معالجتهم. لكن بصراحة الدور الحكومي والحكومة الشرعية دون المستوى، ونعمل نحن كالقرية أن يكون هناك يعني تجاوب أكبر وتدخل أسرع وجبر الضرر بشكل أكبر من الموجود اليوم. أكثر من 179 منزل يعني تضررت جزئيا وتضررت بشكل وبعضها بشكل كبير، ناس فقدوا يعني منازلهم وناس تضررت منازلهم، بعضها لا تصلح حتى للسكن والمأوى. هذه لم تجبر إلى الآن، ننتظر ونأمل من يعني أن تتحمل الحكومة الشرعية مسؤوليتها وتجبر الضرر وتحاول أن تعوض المواطنين أو وتسندهم، وإلى الآن دون المستوى، ونعمل إن شاء الله بالمزيد. شكرا جزيلا لك الدكتور بدر صالح الزوبة، المتحدث باسم هذه الحملة التي أطلقت بعد عامين من اقتحام ميليشيات الحوثي لقرية الزوب. وعودة أخيرة أيضا للناشط الحقوقي أمجد صالح. أمجد، رسالة أخيرة الآن لمن تحب من خلال هذه الحملة، صوتكم لمن تريدون إيصاله، للحكومة الشرعية، للتحالف، لميليشيات الحوثي، للمجتمع الدولي، تفضل. أنا أتمنى يا أخي الكريم أن المنظمات الحقوقية أن تعمل بفاعلية في المنطقة، لأنه يجب أن توثق كل الانتهاكات حتى يعود الحق لأهله. كما أنني أوجه رسالة للمنتهكين والمرتكبي هذه الجرائم بأن هذه الجرائم وهذه الانتهاكات حق لا يسقط بالتقادم، وبالتالي عليهم أن يعود ذلك الأمر، وأنه سيأتي اليوم الذي يقتص فيه للمظلوم من الظالم. وبالتالي التمادي في مثل هذه الانتهاكات لن يفيد، عليهم أن يتوقفوا عن هذه الانتهاكات، فهم لا يمسوا إلا أبناء الوطن، ولن يقتلوا إلا إخوانهم، ولن يضروا إلا إخوانهم. وبالتالي لابد أن نقف وقفة صادقة، ويقف الجميع وقفة صادقة أمام هذه الانتهاكات كي تتوقف. وأما الشرعية نأمل أن تنظر إلى المنطقة بنظرة أخرى للمساعدة والمساهمة والدفاع عن هذه المنطقة. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي أمجد صالح، وكذلك الشكر للدكتور بدر الزوبة على مشاركتكم معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.